وش صار في اليوم الثالث؟ في اليوم الثالث من معرض الرياض الدولي للكتاب كان فيه العديد من الفعاليات والندوات المميزة، مثل ندوة الاستدامة في القطاع الثقافي، وعندنا ندوة سعدون جابر، بالإضافة إلى قيادة خالدة الأثر والفكر العربي وتحديات الوضع الراهن. أما بالنسبة للمسرح، في اليوم كان العرض الثاني لمسرحية ذاكرة الشيطان. أما ورش العمل فقد تنوعت بين هوية الكتب والإنتاج والجوال وسيلتك الإعلامية، واختتمت بورشة الثقافة حياتنا. هذا أبرز ما جاء في اليوم الثالث.